السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. كنقترح عليكم وصفة ديال بوش بثلاثة الأنواع ديال الشوكولا. أول شيء غادي نبداو به اللي غتكون على عدة مراحل وإن شاء الله تتبعوا كل مرحلة. أول شيء غنبداو به هو لا جينواز. إذا عندنا في المقادير ديال هاد لا جينواز ديال البيضات، نحتاجو فيها 60 غرام ديال الدقيق الأبيض فورس، نحتاجو أيضا 60 غرام ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال اللوز الخضر اللي كنطحنوه مزيان. وندوزو نشوفو طريقه التحضير ديال لاجينواز. نبيضو السكر مزيان حتى كيبيض لينا الخليط، ثم كنضيفو الدقيق وكنضيفو البودره ديال اللوز وكنحركو حتى كيتخلط لينا هذا الخليط، وكنكبو الخليط ديالنا في انيه ديال الفرن وكنحاولو اننا نسرحو بشي سباتول وكندخلو الفران على حرارة 180 واحد 10 ديال الدقائق. بعد ما كنخرجو الجينواز ديالنا كنقلبوها فوق شي منديل وكنحاولو اننا نفزقو منديل وكنعصروه مزيان من الماء وكنغطيوها. اذا في هاد لابوش غادي كما قلت غادي تكون ثلاثه الانواع ديال الشوكولا الابيض والشوكولا بالحليب والشوكولا الاسود. بالنسبه للكريمه بالشوكولا الابيض غادي نحتاجو 90 غرام ديال الشوكولا الابيض نوع جيد، 80 غرام ديال الكريمه الانجليزيه. بالنسبه للكريمه الانجليزيه الرابط ديال الوصفه ديالها غتلقاوه في الفيديو الفوق. غادي نحتاجو ايضا معلقه صغيره ديال الزبده ديال الكاكاو، وغادي نحتاجو 100 غرام ديال الكريمه سائله. بالنسبه للكريمه ديال الشوكولا الاسود غادي نحتاجو 90 غرام ديال الشوكولا الاسود نوع جيد، غادي نحتاجو 120 غرام ديال الكريمه انجليزيه، وغادي نحتاجو 140 غرام ديال الكريمه سائله. والكريمه ديال الشوكولا بالحليب غادي نحتاجو 120 غرام ديال الشوكولا بالحليب نوع جيد، 80 غرام ديال الكريمه الانجليزيه. بالنسبه للكريمه الانجليزيه الرابط ديال الوصفه ديالها غتلقاوه في الفيديو الفوق، وغادي نحتاجو 100 غرام ديال الكريمه سائله. اذا ان شاء الله غنبداو بكريمه الشوكولا الحليب. اول شيء كناخذوا الكريمه الانجليزيه اللي كتكون سخونه، يعني ما خصهاش تكون بارده، وباش نحافظوا على السخونيه ديالها يعني كنكونوا موجدينها من قبل كنديروا بان ماري وكنخليوها فيه، يعني باش دائما كتشد لينا ديك لا شالور. وكنكبوها على الشوكولا الابيض ديالنا وكنخلطوا مزيان حتى كتخلط لينا وكيذوب لينا الشوكولا في هاد لا كريم. كنضيفو الزبده ديال الكاكاو لهاد الخليط بعد ما ذوبناها، يعني كنذوبوها في ميكرو اوند وكنضيفوها وكنحركو مزيان حتى كتخلط لينا. نقدروا نستعملو الميكسور باش نميكسيو هاد الخليط ديالنا باش نتاكدو ان الشوكولا كله دايب في وسط لاكريم. بالنسبه للشوكولا بالحليب كناخذوا الكريمه الانجليزيه كما قلت كتكون سخونه وكنضيفوها على الحبيبات ديال الشوكولا وكنحركو مزيان حتى كيذوب لينا الشوكولاط في هاد لا كريم. نفس الشيء بالنسبه للشوكولا الاسود كنخلطوه مع الكريمه الانجليزيه حتى كيذوب. لي موس شوكولا ديالنا بثلاثه، والكريمه السائله ديالنا حتى كنطلعوها شونتي. انا هنا جمعت لي كريم بثلاثه كنضربتهم ومن بعد غنقسمهم على حساب لي موس. هاد المول اللي غادي نشكل فيه لابوتيالي اللي غادي نستعمل كندهنو بشويه ديال الزبده ديال الكاكاو، كنقطع الجينواز على حساب المول اللي غادي نستعمل.
نبدا نشكل في لا كريم ديالي باش ندير المونتاج ديالي في المول. دونك كنخلط لاموس ديال الشوكولا بالحليب مع الكريمه اللي طلعت، وكنحاول نقلي نحرك بشويه باش ما تنزلش ليا الكريمه. كناخد المول ديال اللي غادي نستعمل ديال لابوش، وكنكب فيه تقريبا ثلثين ديال الكريمه ديال الشوكولا بالحليب، وكندخلو المجمد حتى يجمد لينا شويه داك لاكريم. كناخد لاموس ديال الشوكولا الاسود وكنضيف ليها الكريمه اللي طلعت، وكنخلطها حتى هي حتى كيتخلطوا لينا. نخرج المول من المجمد وكنضيف له الخليط ديال الكريمه ديال الشوكولا الاسود، وكنعاود نرجعو للمجمد. الشوكولا الابيض كنضيف ليها الكريمه وكنخلط. بالنسبه للاموس ديال كنخرج المول ديالي من المجمد وكنضيف له الكريمه ديال الشوكولا الابيض، وكنحاول انني نقادها نطيب لاجينواز، ثم كنغطي ببلاستيك غذائي وكندخلها المجمد تقريبا ليله كامله حتى كيجمد ليا الشوكولا. يعني تقدر تحتاج غير بعد سوايع او لا نخليوها ليله كامله. ونتلاقاو باش نشوفو طريقه التزيين. من بعد ما كنخرج لابيش ديالي من المجمد كنديمو ليها من المول، ثم كنحاول انني نوضعها فوق شي شبكه، وكناخد البودره ديال الشوكولا اللي كنرشها عليها، وكنحاول انني كما كتشوفوا غادي نبقى نهزها شويه باش يعني نحاول نخبطها شويه باش يتساس داك الشوكولا الفائض ديال البودره ديال الشوكولا. ثم بالشوكولا الابيض كنحاول انني نشكل خطوط فوق من لابوش. كندوب الشوكولا الاسود في حمام مائي وكنديرو في هاد الليمون اللي كيعطيني شكل ديال معلقه باش نزين به لابيش في الاخير، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال لابيش ديالنا. هذا الشكل النهائي ديال لابيش ديالنا اللي بثلاثه الانواع ديال الشوكولا ومزينه بالكاكاو. كما شفتو هذيك المعلقه ديال الشوكولا انا هنا درت لها البودغ النحاسيه، ثم حطيت فيها يعني عقيق ديال الحلوى. يعني الشكل ديال لابيش كيجي رائع ومذاق طبعا اروع. الشكل ديال لابيش ديالنا من الداخل كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل بطبقات ديال انواع ديال الشوكولا اللي استعملنا. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم، واشتركوا بالقناة باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحة والراحة.